يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رأيت في إحدى المساجد في أحد المساجد لوحة معلقة في المسجد وقد كتب عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام 12 ركعة، من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ثم رسم صورة للبيت، فهل هذا عمل مشروع؟ لا، تعليق في المساجد لا كتابة على الجدران ولا تعليق اللوحات ولا إلصاق الورق المكتوب، كل هذا من التزيد ومن شغل المساجد بشيء ليس مشروعا. نعم، يبغى تعلم الناس علمهم بالكلام، وقف قدامهم إن كان عندك علم، وقف قدامهم وذكرهم وبين لهم. نعم.